بيس، معا نصنع المستقبل. أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد. بداية الأسبوع، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء غائمة جزئيا على الواجهة الغربية والوسطى، لكن سحب أكثر كثافة على المناطق الشرقية، احتمال لبعض الأمطار على السواحل على شكل زخات رعدية على المرتفعات والهضاب. أجواء رعدية كذلك مع بعض الأمطار المتفرقة من أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي، مع زوابع رملية ستنشط على كل من مرتفعات الهجار والتصلي حتى على الصحراء الوسطى خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد. 4 درجات فقط على تيارة، 11 درجة على العاصمة، تصل لغاية 20 درجة على الصحراء الوسطى، ترتفع لغاية 26 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى في استقرار فصلية، تتراوح ما بين 19 لغاية 22 درجة على الواجهة الشمالية، مقاييس ما بين 26 لغاية 28 درجة على شمال الصحراء، لكن مقاييس ما بين 29 لغاية 34 درجة من مرتفعات الهجار والتصلي نحو مناطق الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي، ترتفع لغاية 39 درجة كعلى مقياس على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد بحر قليل اضطراب إلى مضطرب محليا تقريبا على كافة السواحل، رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقا تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. ثلوج خلال يوم الغد على موسكو مع درجة واحدة دون الصفر، بينما أجواء غائمة على كييف مع 3 درجات فوق الصفر. أجواء مشمسة على اسطنبول وباريس، درجة الحرارة ترتفع لغاية 21 درجة على باريس. أجواء مغشات على لندن، كذلك لشبونة مع 23 درجة على لشبونة، ترتفع درجة الحرارة إلى لغاية 22 درجة، وهذا على روما. وقت شروق الشمس لصباحة الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 6:40. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.